جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو شروط الدعاء حتى تستجاب، وما هي أوقات الاستجابة؟ لأنني الحقيقة لدي مسألة في الدعاء، وهو أنه لم يتحقق دعائي حتى الآن. شروط القبول، قبول الدعاء، ما ورد في الأحاديث أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، هذا واحد. الشرط الثاني ألا تعجل فتقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي فتترك الدعاء، فلا تعجل، والله قريب مجيب سبحانه وهو أعلم بمصالحك، قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرها وقد يعطيك أحسن منها. فالمهم أنك تدعو الله عز وجل. وكذلك من أهم شروط الإجابة عدم الاعتداء في الدعاء، أي أن لا تعتدي في الدعاء، تدعو على أحد بغير حق أو تدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا لا يقبل منك. والمهم أيضا من شروط القبول أن يكون طعامك من الحلال وشرابك من الحلال وملابسك من الحلال، وأما إذا أكلت الحرام أو لبسته أو شربته فإنه لا يستجاب لك دعاء. نعم.